إذاعة سلطنة عمان، كتاب أعجبني. في مختلف اللغات يوجد مثل يقول: الكتاب النافع صديق حميم. أحلم بكتابة كتاب أو بتأليف كتاب عن اللاشيء. روحه المفعمة بالتحدي والأمل اجتازت دربا وعرا. جدا جدا، هذا من الأشياء التي تميز الكتاب. كتاب وصف بأنه مهم جدا. ما كتاب أعجبني ولكن كتاب غيرني. مثل هذه الكتب مهمة جدا في توجيه المستقبل، تجعلك تشعر بأن الأحلام ممكن. هذا الكتاب أفادني وجددني وسرى في أوصالي. كتاب أعجبني، رحلة يومية مع الكتب والقراء. يقلب الصفحات سليمان بن علي المعمري. يغلف الكتب حمد بن سعيد الحبسي. أعزائنا أهلا بكم. يكتب ضيفنا في حلقة اليوم في أحد مقالاته: لقد صدرت الكثير من الكتب التي تناولت المفاوضات السورية الإسرائيلية من الجانب الأمريكي والإسرائيلي، حيث تناولها الرئيس بيل كلينتون في كتابه حياتي، وكذلك تناولتها مادلين أولبرايت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة في كتابها السيدة الوزيرة، كما تناول هذه المفاوضات إيتامار رابينوفيتش رئيس الوفد التفاوضي الإسرائيلي، فيما كان الجانب العربي ملتزما الصمت حتى صدر كتاب مهم في مستهل عام 2015، ألا وهو كتاب الرواية المفقودة لفاروق الشرع وزير الخارجية السوري السابق، الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، والذي قدم فيه الشرع في 448 صفحة و19 فصلا الرواية المفقودة للمفاوضات مع إسرائيل. هذا الكتاب هو الذي سنتناوله في هذه الحلقة بصحبة كاتب هذه الكلمات، ألا وهو الكاتب والإعلامي زاهر بن حارث المحروقي. مرحبا بك مرة أخرى في كتاب أعجبني زاهر. أهلا وسهلا. عودتنا على اختيار كتب نوعية في هذا البرنامج، وهذه المرة اخترت لنا الرواية المفقودة. لماذا الرواية المفقودة؟ طبعا تنبع أهمية هذا الكتاب الرواية المفقودة من النقاط التي سبق وذكرتها أنت في المقدمة. هناك جانب أمريكي شارك في هذه المفاوضات تحدث عنها، ثم هناك جانب إسرائيلي تحدث أيضا عنها، وكانت المحادثات هذه طبعا بمشاركة عربية واسعة ومشاركة سورية، وسوريا طرف أساسي في هذه المحادثات، إلا أن الجانب السوري لم يتحدث عنها طوال هذه السنوات حتى صدور هذا الكتاب. جميل. أنت طبعا كتبت أيضا مقال لا سلام بدون سوريا، وعرضت في هذا الكتاب، وبدأت بعبارة ذات مغزى اللي هي عبارة هنري كيسنجر: لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون سوريا. أظن أن فحوى هذه العبارة هي ما يحمله كتاب فاروق الشرع. فعلا أنا أظن أنه هذا القول لهنري كيسنجر لا حرب بدون مصر ولا سلام بدون سوريا لخص جدا مسألة التفاوض بين العرب والإسرائيليين، و لخص المسألة كلها سواء من الجانب السوري أو الجانب المصري. نحن الجزء الأول من هذه الكلمة لا حرب بدون مصر، هذا معروف أنه الأمة العربية بدون مصر لا تستطيع أن تخوض حربا ضد إسرائيل، وهذه طبعا تحقق من زيارة رئيس المصري أنور السادات للقدس 77، وما أعقب ذلك من اتفاقية كامب ديفيد في 79، وانتهت الحرب فعليا بين العرب وإسرائيل. أما الجزء الثاني من المقولة لا سلام بدون سوريا، طبعا سوريا تمثل ثقل كبير جدا في المنطقة،
وبدون سوريا لا يمكن أن يتحقق أي سلام بين العرب وبين إسرائيل، والواقع أثبت ذلك. وقد صمدت سوريا طبعا في المفاوضات صمودا كبيرا حتى تم ما تم في سوريا من الأوضاع الحالية، كله يثبت أن تلك المقولة كانت صحيحة. نعم، في هذا الكتاب طبعا يتعرف القارئ على المواقف السورية من قضايا متعددة في يعني الحرب العربية مع إسرائيل، قضايا المياه، الحدود، محطات الإنذار المبكر، علاقات السلم، الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، خط رابع من يونيو 67. كيف وجدت الموقف السوري من هذه المفاوضات أو هذه المواقف في المفاوضات مع إسرائيل؟ تميز الموقف السوري طبعا بالثبات وبطول نفس، وهذا يعني عكس المواقف العربية الأخرى. في هذا الكتاب الرواية المفقودة، وهو طبعا كتاب كبير يعني يقترب من 450 صفحة 448 صفحة في 19 فصلا، يتحدث فاروق الشرع طبعا من عن المفاوضات التي تمت بين العرب بصفة عامة وإسرائيل ابتداء من مدريد في عام 91، ويركز طبعا على الجانب السوري باعتبار أنه أحد مشاركين في هذه المفاوضات، ثم أنه باعتبار أنه وزير الخارجية. الموقف السوري كان ثابت، الموقف السوري تميز بأنه فعلا عنده نفس طويل جدا جدا، وعلى هذا يتعرف القارئ مثل ما ذكرت في هذا الكتاب على مواقف سورية من قضايا المياه، وهي قضايا شائكة جدا لم يستطع الجانبان الإسرائيلي أو السوري بوساطة أمريكية أن يحلوا هذه القضية، وكذلك الحدود، وكذلك محطات الإنذار المبكر اللي أرادت أن إسرائيل أن تقيمها في الجولان، تسلم الجولان لسوريا ولكن تضع فيها محطات الإنذار المبكر لحماية إسرائيل حسب القول الإسرائيلي طبعا. ثم هناك يعني مشكلة أخرى اللي هي مشكلة بحيرة طبرية، وهذه قصة عجيبة تدل فعلا على نفس المفاوض السوري. في إحدى المفاوضات في السنوات الأخيرة ما بين الطرفين، الإسرائيليين أصروا كعادتهم أن يكون هناك وفد رفيع المستوى يمثل الجهات العسكرية والأمنية تحضر هذه الاجتماعات، لكن الرئيس حافظ الأسد كان وجهة نظره معاكسة لهذا تماما، أنه نحن قبل ما نرسل وفود كبيرة يجب أن نحل كل المشاكل. في وصول الكبار الشخصيات العسكرية أو الأمنية إنما بعد ما نكون نحن انتهينا من القضايا الأساسية. القضية الكبيرة التي واجهت الطرفين وهي التي أيضا أدت إلى أن المفاوضات تتوقف هي قضية بحيرة طبرية. السوريين رفضوا نصب إنذارات مبكرة في الجولان، وأيضا إسرائيليين أصروا أن هناك بحيرة طبرية يجب أن تكون هناك أمتار دائرية حول البحيرة وتكون تابعة لإسرائيل. والموقف السوري اللي كان علق عليه الرئيس حافظ الأسد أنه كيف يمكن السوريين يشوفوا البحيرة على بعد أمتار منهم ما قادرين يغسلوا حتى أرجلهم فيها. فهذه الأشياء كلها أمام التعنت الإسرائيلي وأمام ثبات الموقف السوري أدت هذا كله إلى أن تفشل المفاوضات. جميل. ثبات الموقف السوري أيضا اتضح في ما يعرف بوديعة رابين التي يعني بدأت سنة 1993، وفاروق الشرع في هذا الكتاب أيضا أفرد لها صفحات عديدة. فاروق الشرع طبعا أطال الحديث عن ما صار يعرف بوديعة رابين، وطبعا يقول هي بدأت سنة 93 مع زيارة المبعوث الأمريكي دينيس روس حاملا رسالة للرئيس حافظ الأسد من بيل كلينتون رئيس الأمريكي. ويقول فاروق الشرع أنه دينيس روس أصر على الرئيس الأسد أنه يريد على انفراد لمدة دقيقتين، وقال له أن رابين موافق على الانسحاب الكامل من الجولان إذا تم تلبية حاجاته الأمنية، حاجات إسرائيل الأمنية طبعا. وبالتأكيد أن هذا صارت تعرف فيما بعد أنه هي وديعة رابين اللي جاء وارن كريسوفا فيما بعد صار وزير الخارجية وقام بجولات ما بين إسرائيل وسوريا، وصلت لثمان زيارات حسب ما يذكر فاروق الشرع في الكتاب. يعني أكد هذه الوديعة أكثر من مرة، ولكن هي الوديعة نفسها
ما تم الاتفاق عليه أبدا، لأن الإسرائيليين أصروا على شروطهم التي أرادوها من السوريين أمام رفض السوريين، انتهت قصة الوديعة وانتهت بالضبط. جميل. طبعا وارن كريستوفر قلت وزير الخارجية المقصود الأمريكي. نعم. جميل. هناك يعني ملاحظة قد تؤخذ على هذا الكتاب، أو يعني هناك من يحاول أن يقدح في مصداقيته بالقول إن فاروق الشارع لم يتناول الوضع الداخلي في نعم سوريا. نعم. في هذه المذكرة هذه النقطة أثيرت كثير جدا، خاصة عند المعارضين للنظام السوري، وكان من وجهة نظرهم أنه هناك من كتب حتى أن فاروق الشارع لا يستطيع أن ينشر كتابا كهذا عن المفاوضات الإسرائيلية السورية إلا بموافقة رسمية من الحكومة السورية. لكن نحن نقول أول حاجة أن الكتاب اسمه الرواية المفقودة، ومعنى الرواية المفقودة حسب ما جاء في مقدمة فاروق الشارع نفسه أن يتحدث عن الرواية المفقودة من الجانب العربي السوري بعد ما الجانب الأمريكي نشر ما عنده والجانب الإسرائيلي نشر ما عنده، وفي النهاية فكان عليه أن يروي هو الحكاية من جانبه هو كأحد المفوضين الأساسيين مع إسرائيل. ثم أنه في الحقيقة فاروق الشارع وزير الخارجية، والكتاب أصلا يتناول عن المفاوضات الإسرائيلية السورية. نعم. ولكن الخارجية يعني. الخارجية نعم، ولكن مع ذلك هناك بعض الإشارات داخل الكتاب عن الوضع الداخلي، منها مثلا مرض الرئيس حافظ الأسد. طبعا أنا أتذكر حتى جدا هذا كل العالم، لدرجة أنه قالوا الرئيس حافظ الأسد توفى كان لأن اختفى فترة طويلة. هنا برز رفعة الأسد اللي هو أخوه. خلال هذه الفترة حاول رفعة الأسد أن يعد الترتيبات للخلافة لما بعد حافظ الأسد. هنا بعد رجوع حافظ الأسد من المستشفى وعودة الصحة إليه تغير تغيرا كثيرا حسب ما يقول فاروق الشارع، أصبح إنسان شكاك. طبعا هو أجرى تغييرات داخلية بإبعاد رفعة الأسد من سوريا خالص، حيث بعثوا إلى مهمة في موسكو، ومن مهمة في موسكو عين سفيرا في جنيف وظل في أوروبا لفترة طويلة حتى الآن. ولكن مع ذلك أنه استطاع حافظ الأسد أن يدعوه لحضور اجتماعات اللجنة القطرية لحزب البعث السوري التي عقدت هناك، واستقبلوا استقبال أخ أكبر للأخ الأصغر المخطئ، لدرجة أن يقول فاروق الشارع حتى قبل يدي حافظ الأسد، أنه في رفعة قبل يدي أخوه الأكبر، وحضر اجتماعات اللجنة القطرية لحزب البعث السوري، ولكن ذهب ثانية إلى أوروبا وانتهى دوره داخليا. هذه نقطة تناولها بالتفصيل فاروق الشارع. في أيضا نقطة مهمة أيضا تناولها فاروق الشارع في هذا الكتاب، هي قضية أنه حزب البعث يحكم في بلدين مهمين اللي هما طبعا سوريا والعراق، ولكن رغم ذلك ما استطاع هذا الحزب أن يحقق الوحدة ما بين الدولتين أبدا، بل أنهما سوريا والعراق كان مثل ما سماهم فاروق الشارع الإخوان اللدودان أو الإخوة الأعداء. فطبعا هم تناول هذه القضية، وفي إشارات أخرى أيضا للوضع الداخلي اللي هو محاولة إجراء مصالحة ما بين الإخوان المسلمين في سوريا وما بين القيادة السورية أيضا، ولكن هذه المفاوضات أيضا فشلت. ولو أنه في الكتاب فاروق الشارع لا يتناول بالتفصيل ما حدث للإخوان المسلمين في سنة 82 أو في الثمانينات في حماة وحمص، ما يتناولها بالتفصيل، ولكن يشير لأنه كان هناك محاولات لإجراء مصالحة ما بين الطرفين. ولكن في النهاية أن الكتاب هو أساسا يركز كثير جدا جدا على المفاوضات الإسرائيلية السورية فقط، فبالتأكيد أنه لن يكون كتابا يتناول الأوضاع الداخلية، لأن في هذه المفاوضات فقط أخذ هو 448 صفحة، كيف لو تناول الوضع الداخلي؟ نعم. جميل. سؤال أخير زاهر، في مقالك عن هذا الكتاب تحدثت أن هناك مواقف لا يمكن أن تمر على القارئ مرورا عابرا دون أن يتوقف حيالها. جميل أن نختم هذه الحلقة بشيء من هذه المواقف. طبعا هو الذي يقرأ هذا الكتاب بتجرد طبعا لابد أن يخرج بانطباع
يعني هذا الانطباع قد يكون إعجابا بالرئيس حافظ الأسد، لأن هناك مواقف صراحة كثيرة جدا ذكرها فاروق الشرع، منها مثلا يعني موقف ممكن أن يمر بسهولة على القارئ العربي، لأن نحن تعودنا أن مثلا ما يأتينا من أمريكا واجب التنفيذ مثلا، ولكن في 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 إحدى المرات اتصل رئيس رونالد ريغان رئيس الأمريكي طبعا برئيس حافظ الأسد، ويبدو حسب ما يقول فاروق الشرع أنه رونالد ريغان كان يقرأ من نص مكتوب في المكالمة، فحافظ الأسد يحاول قدر الإمكان أن يوقفه، يقول لا هذه النقطة كذا، أنا أرفض هذه النقطة أو كذا، لكن الرئيس رونالد ريغان استمر في كلامه، وهنا غضب الرئيس حافظ الأسد وقال يبدو أنه لا يعرف رونالد ريغان يتحدث من يتحدث مع حافظ الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، وسكر الخط في وجهه. هذا موقف يعني ما ممكن يمر بسهولة. موقف آخر أنه طرد فيليب حبيب المبعوث الأمريكي في قضية لبنان، كان هو ينقل رسائل من الإسرائيليين للسوريين ومن السوريين للإسرائيليين، ولكن كان له موقف مغاير تماما على أنه إسرائيل لن تغزو لبنان في سنة 82 وتشتت منظمة تحرير فلسطين وتطردها من لبنان وتطرد ياسر عرفات، لكن لما جاء الغزو طلب الرئيس حافظ الأسد من فاروق الشرع وزير الخارجية أن يطرده ويقول له أنك أنت شخص غير مرغوب فيه، وفعلا استدعاه في مكتب وقال أن أنت مطرود بأوامر من حافظ الأسد، لما حاول أنه يغير قلت غير لون وأنه كذا، والمهم أنه اتطرد. هذه مواقف صراحة مشرفة ونادر أنه يفعلها الواحد. جميل. الباقي طبعا هذا الكتاب كما تفضلت 448 صفحة، كتاب دسم وكتاب يقدم الرواية المفقودة حسب فاروق الشرع للمفاوضات الإسرائيلية السورية. شكرا جزيلا لك الزميل الإعلامي زاهر بن حارث المحروقي على هذا العرض الجميل لكتاب الرواية المفقودة لوزير خارجية سوريا السابق فاروق الشرع. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. غدا لقاء آخر وكتاب أعجبني. سليمان بن علي المعمري وحمد بن سعيد الحبسي.